سيد مسعود بارزاني دائما هو ماخذ الجانب الإيجابي في حلحلة المشاكل بين البيوت، إذا كردية أو سنية أو شيعية، دائما يشجع على ويعمل على توحيد البيوت الشيعية. وخير مثال على كلامي عندما كان مشاكل في بيت الشيعي عام 2010 وتأخرت تشكيل الحكومة أكثر من 7 أشهر، تدخل رئيس مسعود بارزاني وحلل الملف والمشاكل بيناتهم وصار تشكيل حكومة. وكثير من المواقف، حتى قبل فترة قصيرة صار بين الحلبوسي والسيد الخنجر صار إصلاح بيناتهم. عارف ما يقدر يصلح بينه وبين الاتحاد؟ أكيد هو لحد الآن على تواصل دائم مع سيد مقتدى الصدر لحلحلة هذا الملف. ليش ما يقدر يحل مشكلة البيت الكردي العادي؟ البيت الكردي احنا ما عندنا مشكله. شلون ما منو قال لك احنا عندنا مشكله؟ وانتم ما متفقين. لا على شنو ما متفقين؟ على متفقين على احنا حلفاء وشركاء في الاقليم وفي وعدنا شراكه حقيقيه في حكومه الاقليم. لا ما عندنا خلاف.